في البداية طبعا يسعدني ويشرفني أن أنا أرحب بأخي والصديق العزيز وزميلي القديم سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية والوفد السعودي الشقيق المرافق. نرحب بكم سمو الأمير في بلدكم الثاني في مصر، و يعني دائما نرجو لكم كل اليسر في إقامتكم هنا في بلدكم. تأتي زيارة سمو الأمير الكريمة لتؤكد عمق وأهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين والمستوى المتميز من التعاون والتنسيق بينهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء كان ذلك على مستوى القمة أو على مستوى الوزاري أو على المستوى دون الوزاري. العلاقات متميزة والتنسيق رفيع المستوى، وهذا الأمر لا تستدعيه ولا تحتمه ولا تفرضه فقط التحديات الخطيرة التي تواجه منطقتنا في المنطقة في المرحلة الراهنة، بل تحتمه أيضا حقائق التاريخ ووحدة المصير بين مصر والمملكة. ناقشت خلال اجتماع المنفرد مع سمو الأمير وخلال اجتماعنا الموسع مع وفدي البلدين عدد من الملفات الثنائية، وعلى رأسها بالتأكيد مزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. بالتأكيد هناك جهود مبذولة حثيثة، ونحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودفع لأفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية وبطبيعة الحال وهو الأهم المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. تناولنا أيضا خلال لقائنا اليوم أهمية الحفاظ على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين البلدين، وعلى رأسها آلية المتابعة والتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية وما يتخللها من اجتماعات ربع سنوية لكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية باعتبارها منبرا أساسيا لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. كما تناولت مع أخي سمو الأمير فيصل بن فرحان عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية المحتلة، حيث سبق وأن أكدنا منفردين ومجتمعين وعلى مستويات عربية وإقليمية ودولية عديدة الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وأيضا أن يتم هذا بشكل غير مشروط وبما يضمن صفقة متكاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن والتبادل للأسرى. ونكرر سويا دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بما لا يدع مجالا للشك أن تحقيق الأمن لشعوب هذه المنطقة لن يتأتى من خلال إطالة أمد الأزمة واستمرار العدوان وفتح جبهات جديدة للتصعيد، كما أنه لم يعد من المقبول أو المعقول أن تظل مصائر دول وشعوب المنطقة
ومستقبل أجيالها رهينة للمغامرات وأفكار المتطرفين والمتشددين ودائرة لا تنتهي من العنف والعدوان. وقد شددنا خلال الاجتماع اليوم على الدعم الكامل للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وندعو مجددا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحفاظ على استقرار لبنان وسيادته. تباحثنا بشكل مفصل وبشكل مطول حول التطورات الأخيرة في السودان بطبيعة الحال باعتبارها دولة عربية شقيقة، واتفقنا على أهمية التسوية الشاملة للأزمة هناك بما يوقف معاناة أشقائنا في السودان ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب السوداني الشقيق وتعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي العزيز. كما اتفقنا كذلك على أهمية تفعيل مخرجات منبر جدة كأساس لأي جهود إقليمية أو دولية للتسوية بشأن السودان. تحدثنا أيضا واتفقنا على أهمية دعم الصومال الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته كدولة عربية شقيقة، ورفضنا لأي تدخلات خارجية لا تراعي مصلحة الشعب الصومالي الشقيق. أخيرا وليس آخرا، تباحثنا بشكل معمق ومطول أيضا عن حول الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. مصر والمملكة دولتان متشاطئتان على البحر الأحمر، وبالتالي ما يحدث في البحر الأحمر يهم بطبيعة الحال المملكة ويهم بطبيعة الحال مصر. هذه الأوضاع الحالية والتصعيد الحالي له تبعات جسيمة على أمن المنطقة وأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وأكدنا في هذا السياق أن وقف العدوان على قطاع غزة هو نقطة البداية لوقف التصعيد، ومن ثم تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا لكل المرجعيات المتفق عليها، وشددت لسموه على دعم مصر الكامل لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة في هذا الشأن. أخيرا وليس آخرا، أرحب مجددا بسمو الأمير وأتمنى له التوفيق وأشكره على حرصه وعلى استمرار التشاور بيننا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وأشكره مرة أخرى على حسن استقباله لي خلال زيارتي إلى المملكة والمشاورات المثمرة والمكثفة التي خضنا بها خلال هذه الزيارة، وأشكره مرة أخرى على تواجده معنا، والكلمة له لسموه. شكرا شكرا معالي الوزير، شكرا أخي العزيز. لا أستطيع إلا أن أعبر عن سروري الكبير بالتواجد مرة أخرى هنا في القاهرة، وجزيل الشكر لمعاليكم والزملاء في وزارة الخارجية المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى المحادثات البناءة المستفيضة التي خضناها اليوم. كان لقاؤنا اليوم حقيقة تأكيد لرغبة بلادي الصادقة في تعميق أوصار الإخوة والعلاقات التاريخية مع جمهورية مصر، وامتداداً لما تشهد العلاقات الاستراتيجية من نمو وتقارب مستمر. بحثنا خلال اللقاء كل ما من شأنه دعم علاقاتنا الثنائية والتعاون والصداقة بين بلدينا، على رأسها الملفات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرها ونقلها آفاق أرحب في كافة المجالات. وكما أشار معالي فهناك خطوات مهمة ننتظرها في الأيام القادمة، منها انطلاق مجلس التنسيق بحول الله، وتحققت في الفترة الماضية خطوات مهمة وإيجابية فيها في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد وصلت استثمارات المملكة خلال فترة 22-23 في جمهورية مصر إلى $2.5 مليون تقريبا، وهذا دليل على استمرار أولاً الثقة بالاقتصاد المصري، لكن أيضاً الالتزام باستمرار وتعميق هذه العلاقة الاقتصادية والتنموية. الحقيقة أن طموحنا أكبر بتنمية حجم التبادل التجاري وتعزيز وتمكين الاستثمار البيني لانتهاز الفرص المتاحة بما يتناسب مع إمكانيات البلدين ويحقق مصالحها المشتركة.
طبعا بحثنا عدد من القضايا الحيوية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وناقشنا جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة أيضا في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك ما قامت به اللجنة من جهود لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، سعيا إلى إبقاء الأمل قائما في قيام حل الدولتين. وقد عربت لمعالي عن تقدير المملكة البالغ لجهود جمهورية مصر في استقبال وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأن الحقيقة ما نراه من كارثة إنسانية ومن استمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي ليوصل تلك المساعدات أمر أصبح حقيقة جريمة حرب بلا مهاودة، ويعني الدور المصري في دعم وصول تلك المساعدات محوري، وكذلك الدور المصري مع الدور القطري والأمريكي في محادثات وقف إطلاق النار أيضا أمر محوري أثنيت عليه، وشكرت معالي على كل الجهود التي تقوم بها مصر للمحاولة في رفع المعاناة عن إخواننا في فلسطين. وتكلمنا بطبيعة الحال عن مواضيع عديدة من السودان إلى الصومال، ووجدنا تطابق كبير وقد أوجز معالي الموقف تجاهها. وأعتقد أهم ما يلاحظ هو محورية التعاون السعودي المصري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا أمر له تاريخ كبير، وهي قناعة راسخة لدى البلدين، وكان اليوم جزء من استمرار الحوار في هذا الإطار، وسنستمر سويا إن شاء الله في كل ما فيه ليس فقط خير المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لكن خير المنطقة والعالم أجمع. وختاما أجدد شكري لمعاليكم، وأؤكد على أهمية استمرار هذا التنسيق والتشاور المستمر، ودائما نحن مع بعض في كل يوم إن شاء الله. شكرا. هنأخذ سؤالين لسيادة الوزير وسؤالين للسمو الأمير. أستاذة سوزي جنيدي، الأهرام العربي. شكرا. سؤالي لسيادة الوزير دكتور بدر عبد العاطي، ما هي رؤية سيادتكم بالنسبة للتنسيق والتعاون العربي في ظل الأزمة الشديدة والغير مسبوقة بالنسبة للحرب على غزة والضفة الغربية، وأيضا جهود وقف التوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار، خاصة في ظل اللقاء اليوم مع معالي وزير الخارجية المملكة السعودية، وأيضا اللقاءات العربية اللي حضرتك أجرتها، وأيضا لقاءات الجامعة العربية اليوم. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا يعني كان كما ذكر السمو الأمير، القضية الفلسطينية كانت على رأس الملفات التي تباحثنا بشأنها اليوم. أيضا كان في قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب اليوم خلال جلستهم التشاورية المغلقة على أن يتم التركيز على ملف واحد فقط، هو الملف الفلسطيني، وتأجيل باقي الملفات إلى دورات قادمة، إيمانا من الوزراء العرب بحتمية وأولوية التركيز على الملف الفلسطيني في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان الممنهج في ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية، فضلا عن انتهاك المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس. فبالتأكيد التنسيق والتعاون مستمر. الجهود المصرية القطرية الأمريكية لم تتوقف ولن تتوقف. المهم على أن يرقى الطرف الآخر إلى مستوى التحدي، وأن تكون هناك إرادة سياسية للقبول بصفقة تبادل الأسرى والرهائن وبما يضمن وقف إطلاق النار. العناصر واضحة، والمهم هو توفر الإرادة السياسية بما يؤدي إلى التوصل إلى هذه الصفقة. لن نتوقف عن جهودنا الرامية إلى وقف العدوان عن أهالينا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من خلال التوصل إلى هذه الصفقة وبما يضمن وقف
نار. سنستمر في هذه الجهود وبنستغل أيضا اتصالاتنا مع ليس فقط مع أشقائنا العرب ولكن أيضا مع أصدقائنا في العالم كله لممارسة أقصى درجات الضغط على الطرف الآخر حتى يتجاوب مع هذه الجهود ويتم وقف هذا العدوان ووقف حمام الدم الذي ينزف منذ أكتوبر الآن قربنا على العام. وهذا يعني أمر يعني يندى له الجبين أن يقبل المجتمع الدولي بهذا العدوان واستمراره بصمت مطبق وأمر غير مقبول على الإطلاق. ومرة أخرى سنستمر في جهودنا المخلصة حتى نصل إلى هذا الهدف بوقف إطلاق النار وبما يؤدي إلى تسوية هذه القضية على أسس واضحة وفقا للمرجعيات المعروفة ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية. أستاذ رندا أبو العزم العربية. يعني أنا هطمع في سؤالين. سؤال معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، برغم جهود الوساطة اللي طبعا احنا بنتابعها وجهود اللجنة الوزارية المشتركة اللي تقودها المملكة العربية السعودية بشأن غزة لإيقاف إطلاق النار، لكن المستجدات الأخيرة بسبب تعنت إسرائيل ونتنياهو لا تبشر إطلاقا بقرب وقف إطلاق النار، فما هي الحلول المطروحة ويعني برأي سموك كيفية أو صعوبة تنفيذ هذه الحلول؟ والسؤال الثاني لمعالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استمعنا قبل اجتماع اليوم الوزاري لتصريحات من وزير خارجية لبنان يعني ربما كانت جديدة نوعا ما، بيذكر فيها استعداد الحكومة اللبنانية للدخول في وساطة غير أو مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. هل تم طرح هذا الموضوع في الاجتماع؟ وهل مصر يمكن أن تقوم بدور في وساطة أو مفاوضات أخرى بين لبنان وبين إسرائيل؟ شكرا. شكرا. أعتقد حقيقة اللي نراه في تأخر الوصول إلى وقف إطلاق نار في غزة هو دليل متكرر، لأنه الأمر أصبح مسألة ما يقرب عن سنة، ودليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولية. يعني أن يستمر هذا المستوى من القتل وهذا المستوى من الدمار وهذا المستوى من التعدي على كل قوانين حقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولي بعجز كامل من منظومة الأمن الدولي للتصدي له، يعني أننا أمام موقف يجعل من الضروري أن يكون لنا حوار ليس فقط عن كيف نصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، لكن أيضا كيف نعيد النظر في منظومة الأمن الدولي كاملة. الحقيقة نفعل كل ما نستطيع لتوحيد الجهود لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتعامل بجدية حقيقية مع هذه الكارثة الإنسانية، لكن أمام التعنت في الطرف الإسرائيلي كما أشرت ورفض الوصول إلى وقف إطلاق نار يكون هناك حاجة لمزيد من الأصوات من العالم العربي من العالم الإسلامي من العالم أجمع مطالبة بالوصول إلى وقف إطلاق نار اتساقا مع مبادئ القانون الدولي. وكل ما نطلب منه هو تطبيق القانون الدولي، يعني الدول العربية والإخوة في فلسطين لا يطلبون المستحيل، يطلبون تطبيق القانون الدولي. يبقى السؤال على المجتمع الدولي، هل القانون الدولي هذا له معنى أم تطبيقه بانتقائية حسب المصالح؟ والجواب على هذا السؤال ربما واضح لكنه له معاني وله تبعات على المدى البعيد، وهذا جزء من الحوار الذي نخوضه مع شركائنا بالذات في الدول الغربية وسنستمر. وهذا أعتقد من أهم المهام التي طلعت بها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة، وشاهدنا بعض الفاعلية لهذا الحوار من ذلك ما شاهدناه من اعتراف بعض الدول بفلسطين، وهذا كان منها إشارة واضحة أنها تقول لا وكفى، أنها تقول لا وكفى لرفض أسس القانون الدولي منها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
هل وصلنا إلى نهاية المطاف؟ بالتأكيد لا، واضح أن هناك مشوار لا زال علينا أن نمضيه، لكن عازمون على المضي فيه. وما أشار إليه معاليه من تخصيص الجامعة هذا اليوم في قراراتها صرفاً لقضية فلسطين هو دليل على تجديد هذه العزيمة، وسنستمر في العمل، ليس أمامنا إلا الاستمرار في العمل. فيما يتعلق بلبنان وقفنا واضح تماماً. طبعاً احنا مصر ضد التصعيد، بتبذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في المنطقة. أنا كان السيد رئيس الجمهورية كلفني بالذهاب إلى بيروت لنقل رسالة تضامن مع لبنان والشعب اللبناني والقيادة اللبنانية. احنا طبعا مع كل جهد مخلص لمنع التصعيد في المنطقة والحفاظ على لبنان ومنع أي اعتداء على لبنان وعلى شعبها الشقيق، وبالتالي هنستمر في جهودنا بالتأكيد من خلال اتصالاتنا مع كل الأطراف لتجنيب لبنان ويلات عملية التصعيد، وحتى لا يكون لبنان ضحية لأي تصعيد غير محسوب في المنطقة. أستاذة سارة شلاني من دستور. سؤالي لمعالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي. تتعدد أوجه التعاون المصري السعودي في العديد من المجالات وتتزايد بشكل مطرد تحديدا في كافة المجالات التي تخص العلاقات التجارية والاستثمارية، فهل لك أن تطلعنا على آخر مستجدات تعميق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة؟ شكرا. يعني كما ذكر سمو الأمير وكما سبق أن ذكرت أن هناك جهد ضخم جدا بيبذل الآن من جانب مؤسسات الدولة في المملكة وفي جمهورية مصر العربية للانتهاء من بعض الوثائق والاتفاقيات الطموحة، في مقدمتها مشروع اتفاقية إن شاء الله هتكون الأولى من نوعها لدعم الاستثمار بين البلدين وحماية الاستثمار. هذه الاتفاقية ستكون لها دور أو سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين. احنا يمكن في المراحل الأخيرة الآن، وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذه الاتفاقية، وإن شاء الله هذا سيمهد بطبيعة الحال إلى إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وإن شاء الله يعني سنرى المزيد والمزيد من الأنشطة والتعاون بين البلدين. هناك استثمارات كبيرة للمملكة هنا في مصر تحدث عنها سمو الأمير، ولكن بالتأكيد بمجرد إقرار هذه الاتفاقية سيكون هناك مجالات أكبر، مجالات أرحب، مجالات أوسع لمضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر، وأيضا هناك بعض الاستثمارات المصرية في المملكة، وإن شاء الله يعني كل هذا بينقل العلاقة إلى آفاق أرحب بناء على مبدأ تحقيق المكاسب للطرفين، وده بيعزز من أواصر التعاون بين البلدين. وكما ذكرنا يعني دي هتكون خطوة أولية في تحت مظلة أوسع هي المجلس التنسيقي الأعلى، وهذا سيكون المؤسسة الأعلى في إدارة وتنظيم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة أنها تعقد تحت رئاسة فخامة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد. شكرا. أستاذ محمد الخولي الشر. سؤالي لمعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل، وهو متعلق بشأن الأزمة السودانية. نعلم بأن المملكة العربية السعودية منخرطة بجهودها لوقف نزيف الدم في الأراضي السودانية، واستضافت عدة جولات تفاوضية في جدة بهذا الشأن، ونعلم أيضا زيارة المبعوث الأمريكي للسودان في الرياض بالأمس. فمع هذا الحراك الواسع، هل نرى نتائج إيجابية على الأرض بهذا الصدد؟ شكرا. شكرا جزيلا. الحقيقة الأزمة في السودان طالت،
ويدفع ثمن ذلك أشقاؤنا في السودان، ونرى استمرار في تدهور الوضع الإنساني بشكل يحتم علينا مضاعفة الجهود. وهنا يأتي التنسيق السعودي المصري في مقدمة الجهود لإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة. طبعا كان هناك منبر جدة، ومنبر جدة خرج ببعض التفاهمات الإيجابية المهمة التي تعالج بعض النقاط الأساسية. يبقى الآن الوصول إلى تطبيق هذه التفاهمات، وهذا ما نعمل عليه، نعمل عليه مع كل شركائنا، بالتأكيد كذلك مع الجانب الأمريكي، لكن في قناعتي أن الأمر يتعلق بجهد إقليمي قبل كل شيء، بدعم من الشركاء في كل مكان. والنقطة الأهم التي أختم بها أن الأمر في السودان طال، ولا بد أن نصل إلى نهاية هذه المعاناة. شكرا جزيلا. شكرا.